أحسن الله إليكم، بعض الناس إذا انتهى من بناء بيته ذبح خروفا عند عتبة الباب وأخذ من الدم بكفه ثم ضرب به مدخل البيت، وبعضهم يضع نقط الدم أمام المدخل، فما الحكم؟ هذه لا وجود لها والله الحمد في ما حولنا وفي وسط بلادنا، وهذه نوع من الشرك، كأنه يذبح هذه الذبيحة للجن، فإن قصد ذلك فهذا الشرك الأكبر، لو مات عليه مات على الكفر، وإن كان يقول ذلك يفعل ذلك مقلدا ولا يدري ما وراءه فضلال وشر وبلاء. فمثل هذه الذبيحة لا تحل لأنها مما ذبح لغير الله،